Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas lelaki TQS Hari ini, hari Rabu 28 hari bulan 4 2021, muallim akan bacakan pada hafazan yang ke-12 muka surat 81 pada potongan ayat yang ke-5 dan 6. <tongan> Hafazan 12 Tema Ibadah Tajuk Haji dan Umrah Surah Al-Baqarah Ayat 196.

ففدية من سيام أو صدقة أو نسق. ففدية من سيام أو صدقة أو نسق. ففدية من سيام أو صدقة أو نسك ففدية من سيام أو صدقة أو نُسُق فإذا أمنتم فمن تمت تمتع بالعمرة إلى الحد فما من الحد فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحد فما استيصر من الحد فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرات إلى الحج فما استيسر من, من الحج فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرات إلى الحج فما استيسر من الحج صدق الله العظيم